حكايتنا لليوم من اللاذقية من حي الصليبي اللي انتو عم تمشوا فيه. رح تستمتعوا بشوارع المليانة بأزقة وقناطر قديمة وآثار رومانية ومملوكية. احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي. اجت تسمية الحي بالصليبي لأن عاش فيها الصليبيين، وفي رواية تانية بتقول لتصالب شوارعه وأهمهم الشارعين اللي بيلتقوا عند قوس النصر. الصليبة تعني هو تقاطع الطرق، تقاطع الطرق في المركز الرئيسي للمدينة. البناء اللي قدامنا بناء كبير، هو عبارة عن أربع بوابات كان يسمى باللاتيني تترا بورتيكوس، بياخدنا إلى أربع شوارع. الحقيقة المنطقة الموجودة هون بقي منها عدة بقايا، واحدة منها المصلبة اللي بيسموها كنيسة، هي الحقيقة ما هي كنيسة نهائيا، هي عبارة عن تقاطع شوارع. البناء الموجود فيها مميز جدا بسبب انه القبة الموجودة في الداخل قبة فريدة، وخاصة في انتقال من المربع الى الدائرة. على الجوانب بقايا فتحات كانت تحمل سقف خشبي يلي هو الشارع الخاص بالمشاة. الشيء المميز الثاني باللاذقية كان الشارع المستقيم، يعتبر أطول شارع مستقيم بسوريا، أكثر من 1.8 كيلومتر. البقايا الأعمدة الموجودة قدامنا بيقولوا كمان كانت كنيسة، هي ما كنيسة، هي بقايا لمعبد الإله باخوس إله الخمر. كمان بحي صليبي في جوامع كتير قديمة، وفي منها كانت كنائس وحولوا صلاح الدين الأيوبي لجوامع. وهلأ رح نتعرف عن بعض هاي الجوامع. الخشاش هذا يعتبر من أقدم مساجد الحي، ومسجد كان صغير، يعني ما كان يتسع لناس كتير، فتوسعت الحارة وكثروا ناسها، قاموا عمروا هالجامع هذا اللي مقابلنا. هذا جامع صليبي، هذا يعتبر أكبر جامع بصليبي. وإسا في جامعين لقدام، جامع المشاطي كان معبد مسيحي، وكان جامع الضحى كمان كان في جامع كمان معبد مسيحي. يوم اللي دخل صلاح الدين لهالبلد وحررها، حرر اللاذقية، فصاروا المعابد المسيحية صاروا جوامع. فهذه الحارة بتلم هالناس الطيبين. هلأ بميز حارة صليبي معروفة قدمة أولا وناسة الطيبة، وكلهم بيحبوا بعضهم. رح تبقى أحجار هذا المكان وآثاره تحكي حكايات وروايات للأجيال الجاي، ورح تضل اللاذقية مزينة بحي صليبي. هاي كانت حكايتنا لليوم.